كرة القدم كما تعلمون لعبة مليئة بالمواقف الغريبة والمضحكة، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نشاهد معا المزيد من اللقطات المضحكة التي سوف تروق أعصابكم بكل تأكيد. هل أنتم جاهزون؟ لنبدأ إذن. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. هذا الملعب تحول إلى حمام سباحة تقريبا بعد هطول الأمطار الغزيرة. نشاهد الآن اللاعب يلعب الركلة الركنية وإذ بها هدف. يا إلهي، أول هدف نشاهده في حمامات السباحة. نشاهد الآن أحد أفراد عائلة يمين يمال، ولكنه فرد صغير. حركة استفزازية من حارس المرمى، يقول له تفضل سددها هنا. والآن سنشاهد اللاعب أرسنال ماذا سيفعل. لقد وضعها في نفس الزاوية التي أرادها الحارس. لا تفعل هذا ثانية أيها الحارس، منظرك سيء للغاية الآن، لا تفعلها ثانية. هذا اللاعب يرفع الكرة ثم يمثل أنه يستحق مخالفة وركلة جزاء. انظروا إلى الخبيث، وانظروا إلى هذه النظرة الخبيثة أيضا. والآن أحد الأطفال الصغار يطلب من لاعب السيتي أن يوقع له على التيشيرت الخاص به. كما أنت جميل يا غريليتش. كما ترون ركلة حرة، إمبابي ضرب الكرة بالرأس وضرب أيضا كتف المنافس بالرأس. لقطة طريفة جدا. والآن إمبابي يسقط أرضا، ليأتي له الحكم ويخرج له البطاقة الصفراء. ركلة جزاء ولكنها اصطدمت بالعارضة. انظروا إلى تعبيرات وجه المدرب، مضحكة جدا. انظروا إلى لاعب البرتغال وهو يناول الحكم الكرت الأصفر الذي وقع منه. لقطة طريفة. وهذه تهويشة أيضا. يا رجل قم على رجلك، لا تستحق رد الفعل هذا. والآن الحكم يخرج له البطاقة الصفراء. دخول غريزمان في لوحة الإعلانات مضحك جدا. وهذا غريزمان بطعم الفلفل الأسود. انظر إلى لاعب البرتغال وهو يحاول التحصل على ركلة حرة، ولكن الحكم يأتي ليخرج له البطاقة الصفراء. وهنا يريد أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية، ولكن الحكم رحمه. انظروا إلى لاعب إنجلترا الذي أكل أرضية الملعب زحفا ثم وقف على قدميه. لقطة طريفة. انظروا إلى هذا القنفذ الذي يريد لعب كرة القدم. يحاول الآن العامل أن يأخذه في هذا الباسكت. يحاول، ولكنه مهاري كلاعب كرة قدم. أخيرا نجحوا في إمساكه. لقطة طريفة رائعة. والآن يخرجه خارج الملعب. شاهدوا هذه اللقطة للمنتخب الفرنسي. اللاعب الاحتياطي اعتقد أنها هدف وتحسر بعد ذلك. ميسي الآن في المقصورة الرئيسية يتفحص هاتفه. صديقة ميسي تراقبه في جواله. انظر إلى هذا الاحتفال بين يامال وويليامز. احتفال رائع. نعم نحتفل سويا، لكن لا نشرب الماء سويا. كما أنت ذكي يا مبابي، ولكن ليس على الحكم. وهذا يريد أن يدخل الكرة بين قدميه. لقد فشلت في ذلك. انظر إلى اللاعب إيطاليا وهو يفقد توازن. لقطة طريفة جدا. لقد تحولت إلى إصابة. ركلة جزاء ويقول له الحكم توقف، ولكنه لم يسمع كلام الحكم، ليقول له الحكم العب على الصافرة، ثم يعيدها ثانية ويحرزها هدفا. جاءت في مصلحتك أيها اللاعب. انظر إلى حارس المرمى وهو يحاول مراوغة المهاجم، ولكنه فشل وأحرزها في نفسه. لقطة طريفة من عجائب وغرائب كرة القدم. نشاهد الآن ركلة جزاء. شاهد إيماءات وجه هذا الحارس. ودخلت هدفا. لا تلعب بوجهك ثانية أيها الحارس. دخلت مرة أخرى، والعقاب أصبح عقابين أيها الحارس. شاهد احتفال هذا المشجع. هنا الكرة لم تصل إلى غريزمان بسبب الحكم. افسح الطريق إلى الكرة أيها الحكم. هنا الصحفي يخطئ في اسم لاعب فرنسا ويناديه بكليان، ثم يقول له أنا لست كليان، أنا أوسم من ذلك. لقطة طريفة منك أيها اللاعب.
هؤلاء الجماهير استغلوا هذه الفرصة للاستحمام. يبدو أنكم لم تستحموا في بيوتكم. لنخرج خارج أرضية الملعب ونرى هذا الرجل الذي يجلس في شرفة الفندق مع كلبه. انظر إلى هذا اللاعب الذي سقط. ترى لماذا سقط؟ أوه يا إلهي، لقد وقع سنه على الأرض. لم أشاهد هذه اللقطة في حياتي من قبل. انظر إلى الحكم الثاني الذي أصابه التعب والإرهاق. يبدو أنه يشتكي من بطنه. لا تخبرني أنك أكلت أكلة دسمة قبل اللقاء. سلامات أيها الحكم، بدونك ستحسب الكرات التسلل أهدافاً. ويا إلهي إنه يتقيأ. والآن يشير له حكم المباراة البطاقة الحمراء. لقطة مضحكة. هذه تسديدة صاروخية من فورلان. يذهب إلى الجماهير ويحييهم على هذه اللوحة الفنية الرائعة. وبعدها بلحظات قليلة قبل أن يتسنى له أن يلبس القميص الخاص به، اندفع نحو الدفاع ليستخلص الكرة. غريب أنت يا فورلان، هيا البس القميص وأكمل المباراة. وهذين شابين يشاهدين المباراة من الجاكوزي. ترى كيف سيحتفلون بالأهداف من هذا المكان؟ وعندما دخلت الكرة هدفاً يحتفلون بهذه الطريقة. وهذا المدافع عندما شتت الكرة شتت أرضية الملعب أيضاً، رفقاً بالزرع أيها اللاعب. هذا كائن حي أيضاً. يا إلهي إنه أفسد الأرضية. الحكم هنا يرش الخط بالمادة البيضاء ويرش قدم اللاعب أيضاً. لقطة طريفة جداً. وبعد أن يعترض اللاعب يرشه الحكم في وجهه. انظر لحراس الأمن وهم يربطون هذا المشجع في العارضة. لقطة طريفة. والآن يأخذونه خارج أرضية الميدان. هذا اللاعب كيف لعب رمية التماس بهذا الشكل؟ طريقة جنونية للعب رمية التماس لم أشاهدها من قبل. وبالتأكيد سيتحصل على البطاقة الصفراء من الحكم. الحكم يخيره بين إحدى البطاقتين ويختار البطاقة الصفراء. يا لحسن حظك أيها اللاعب. الدقيقة 85 في مباراة مالي وتونس، والحكم ينهي المباراة ليعلن فوز مالي. فضيحة تحكيمية من الطراز الأول. وبالتأكيد الجانب التونسي يعترض. لقد أنقص من حقهم 4 دقائق كاملة. انظر إلى هذا التصدي من فاندرسار وكيف أصابه المهاجم في وجهه. إصابة خطيرة بالركبة تؤدي إلى إغمائه. سلامات فاندرسار وحظ موفق أيها البديل. نعم بالتأكيد نزل الحارس البديل. انظر لهذا الإنقاذ. يبدو أن الحارس البديل قد أدى مهامه على أكمل وجه. وهذه ركلة جزاء، يرجع اللاعب إلى نصف الملعب ليسددها بكل قوته. ترى هل سيبدي هذا نفعاً؟ نجد اللاعب يتقدم ويخدع حارس المرمى. انظر لهذا الرجل من الجمهور وهو يغسل أسنانه بفرشة الأسنان. يبدو أنه يعاني من وسواس قهري في نظافة أسنانه. شاهد اللاعبان يلعبان الكرة في بركة المياه. وعندما سقطت الكرة في بركة المياه مرة أخرى، يا إلهي هكذا لم تصبح كرة قدم. ركلة ركنية وهدف واحتفال بالزحلقة في بركة المياه. انظر لهذه الإعاقة القوية، يستحق عليها البطاقة الصفراء. وهذه كرة أراد أن ينقذها المدافع ولكنها خيبت أماله ودخلت بكامل استدارتها. وعندما ذهب لاعب أرسنال ليحتفل، رمى بقميصه إلى الجماهير، ثم أخبره زميله أنه ما زال هناك إكسترا تايم في المباراة، ليذهب اللاعب إلى الجماهير ويحضر قميصه حتى يتسنى له إكمال المباراة. لم أشاهد هذه اللقطة في حياتي من قبل. دخول لأحد الجماهير يجري وراء حكم المباراة. انظر هنا لألونسو الذي يموه ولا يريد أن يلعب الكرة. وسريعاً أخرج له الحكم البطاقة الحمراء. هنا راموس يضيع الوقت ولا يريد أن يلعب الكرة أيضاً.
هل سيخرج له الحكم بطاقة أيضا؟ وأيضا سيرجيو راموس خارج الملعب بطاقة حمراء. هذا الحارس يبدو أنه يضع تعويذة في المرمى، هل ستنجح هذه التعويذة؟ نجد الكرة في العارضة ولم تدخل، وهنا لاعب من الفريق الخصم ذهب ليأخذ التعويذة ليفك العمل، وهنا يجري وراه الحارس صاحب التعويذة. لنرى بعدها هل سيتم إحراز هدف؟ بعدها بخمس دقائق فقط، كرة صعبة جدا تدخل الشباك. هنا لاعب يرمي شيئا غريبا داخل المرمى، هل هو تعويذة أيضا؟ ما زالت التعويذة داخل المرمى. انظر لهذه الكرة التي اصطدمت بالعارضة، وبعدها بدقائق فقط تكررت نفس اللعبة ونفس الكرة ونفس العارضة. يا إلهي، هذا شيء مستحيل. ركلة جزاء ضد ليفربول، يلعبها لاعب ليفربول ويدخلها في الشباك، والحكم يحتسبها هدفا ضد ليفربول. انظر لهذا اللاعب الذي ركب على زميله، دريغن 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 دريغن. ركلة حرة لم يستطع أن يمسكها الحارس لتدخل هدفا، ويذهب اللاعب بكل سرور للاحتفال ويحتفل برأسه في الزجاج. أنت مجنون بالتأكيد. انظر إلى مدافع ليفربول الذي أراد تشتيت الكرة، ولكن في الأخير اصطدم بالراية في مكان خطير. نريد أن نطمئن على أبنائك ليس إلا، وأنت أيضا يا بيكي طمئن على أولادك المستقبليين. هنا الكرة تصطدم بالمدافع لتدخل هدفا، ولكن رونالدو استغل أن الكرة كانت قريبة منه ليرفع يده ويحتفل وكأنه هو الذي أحرز الهدف. لست سهلا أنت يا رونالدو. شاهد سواريز يراوغ الحارس، وفي المرة الثانية حاول أن يراوغ الحارس ولكن الحارس صدها، وهنا سواريز يطالب بلمسة يد. يبدو أن سواريز اعتقد أنه لاعب. انظر هنا إلى إندريك الذي يقترب بشدة من حكمة المباراة. خبيث أنت يا إندريك، احتفل احتفل يا إندريك. انظر هنا إلى المدرب الذي يراوغ اللاعب قبل أن يعطيه الكرة، يبدو أنه كان لاعبا رائعا، وهنا الحكم يذهب لتحذيره. أريدكم أن تشاهدوا هنا احتفال لاعب السيتي بعد التتويج باللقب. انظر إلى هذه القبلة، أصبحت أشك في أمركما، وهنا احتفال مضحك جدا. هنا أحد الجماهير يجري وراء حكم المباراة. هنا رونالدو يأخذ الاستشفاء الخاص به، وهنا هذا اللاعب رمى صاروخا في غرفة خلع الملابس. انظر لبلينغهام الذي اصطدم بالمدافع وهو يراوغه، وفي الأخير سقطا الاثنان أرضا. وهنا احتفال من بيكي ويقوم بقص الشباك وأخذها بعد المباراة. وهنا أسيست من لوكاكو ويضعها هذا اللاعب في الشباك، ولكنه لم يذهب إلى لوكاكو وذهب إلى الجماهير. لقطة سيئة منك أيها اللاعب. شاهدوا هنا أفراد الأمن وهم يربطون هذا المشجع في العارضة، لقطة مضحكة جدا، والآن هم يأخذونه خارج الميدان. انظروا لهذه الفتاة التي ربطت عنقها في العارضة، لقطة مثيرة للدهشة ومثيرة للأعصاب أيضا. يبدو أنه فتى وليست فتاة، والآن رجال الأمن ينزلون لتخليصه وإخراجه من الملعب. انظر إلى الحكم الرابع وهو يمرر الكرة بين قدمي هذا اللاعب وكأنه لم يفعل شيئا. وهنا نيمار كاد أن يصيب غوارديولا ليعاتبه غوارديولا بكل مزاح. هل نعتبر هذه اللقطة عنصرية أم ماذا؟ انظر لهذه العرقلة القوية ضد لاعب اليونايتد. انظر لهذه العرقلة من فينيسيوس ضد لاعب السيتي، وهنا فينيسيوس يقول له أنت محترف في التزحلق. انظر هنا إلى تقدم حارس المرمى
وهنا اللاعب الخصم يستغل خروج الحارس لينفرد بالمرمى، ولكنها في الأخير تدخل هدفاً ليتعلم هذا الحارس درساً ولن يتقدم عن مرماه مرة أخرى. هنا انفرادة لسون، هل سيحرزها؟ ولكن الحارس بكل براعة تصدى لكرة سون، وانفعال من غوارديولا. انظر هنا إلى أوزيل وهو يحاول تعطيل اللعب ليحتسبها الحكم رمية تماس لأوزيل، وفي المرة الثانية يستطيع أوزيل بذكاء أن يأخذ فاول. ذكي أنت أوزيل، لا تقارن بأي لاعب آخر في ذكائك ودهائك. شاهد هنا معي رونالدو يحاول أن يلحق الكرة قبل أن تخرج من على الخط، ولكن اللاعب يتدخل عليه تدخلا قوي. أنت تتدخل على رجل يساوي ملايين، فلتكن حذرا بعد ذلك. شاهد هنا بلينغهام وهو يستفز هالاند ويراقبه مراقبة لصيقة. شاهد هنا أنتوني قبل أن ينزل إلى أرضية الميدان، يبدو أنه سيأكل اللاعبين أكلا، فلتهدأ يا رجل على رسلك. وهذه لقطة مضحكة من احتفال اللاعبين. وهنا مورينيو يخبر الصحافة أن هذا اللاعب لن يشارك معه لأنه مصاب وتعرض للإصابة أثناء احتفاله بالكأس، ثم يضحك بعد ذلك مورينيو. موقف مضحك. شاهد هنا الشعراوي وهو يمازح الحكم الثاني، يا رجل هذا مثل أباك، لا تفعلوا هذه اللقطات ثانية، بدأت أشك في أمركم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.